المستولي صاحب الجلاله مولانا المنصور بن ذاهب عرش اسلافه المنعمين، وباشراف ومواكبه هاتفين من جلالته خيار الاصلاح الهادئ والرصين العميق والشامل لمنظومه العداله وتجاوز كل معيقاتها، وشكلت توجيهات السديده لجلالته خارطه طريق واضحه المحاور والاهداف، بدايه بخطاب جلالته لشعبه الوفي بمناسبه ذكرى ثوره الملك الشعبي سنه 2009، ومرورا بتكريس دستور المملكه لسنه 2011 لقيام استقلال القضاء والسلطه القضائيه، وما اتبع ذلك من تحولات هيكليه على مستوى بنيه السلطه القضائيه كسلطه قائمه الذات، وسلطه تلزم المنتسبين اليها بمجموعه من الالتزامات والواجبات الدستوريه، وتطوقهم بواجب حمايه حقوق الافراد والجماعات وضمان امنهم القضائي وتطبيق القانون. انها الابعاد الدستوريه الجديده للممارسه القضائيه أضحت معنا ممارسة مهام المسؤولية القضائية وإدارة الشأن القضائي أبعد ما تكون من مجرد التدبير اليومي لقضايا وتصريف الأشغال، بل أضحت وعلى العكس من ذلك تتطلب من المسؤول القضائي جرعة لا محدودة من الإبداع والصبر وحسن التدبير وانخراطا كبيرا من ممارسي القضاء والمنتسبين إليه عموما في المجهود الرامي إلى صون الحقوق وإقامة مبادئ العدالة والإنصاف وتنزيل مبادئ الأمن القضائي الواجب توفيره لعموم المواطنين كأحد مظاهر سيادة دولة الحق والقانون. كنشكر جميع العاملين في الحقل الصحفي بالجهة على تغطيتهم لهذا الحدث ديال هذا الصباح اللي عرف تنصيبي كوكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد الثقة المولوية صاحب الجلالة نصره الله وإيده وتعييني بهذا المنصب اللي كيشكل ليا ولكافة العاملين معي تحدي للسير على سير قدما نحو ترسيخ ثقة المواطنين في القضاء وعلى إصلاح منظومة العدالة، وهذا الهدف لن يكون سهلا ولن يكون يعني هدفا في المتناول إذا ما تدخل جميع العاملين بجد والجهاد في السير قدما نحو تحسين العمل القضائي بدائرة. طبيعة الحال هناك عدة ميادين غادي نشتغلوا عليها، طب يعني حسن سير العدالة وتقصير عمر القضايا في المحاكم وتخليق الميدان القضائي. شكرا. حضرة السيدة والسادة، إني إذا أستحضر كل هذه المبادئ والأهداف الهامة التي تطوقني في مهامي الجديدة بضرورة الحرص على تطبيقها وتنفيذها، فإني أستحضر في الوقت ذاته أن مسار الإصلاح مسار تراكمي، لا بد للجميع أن يسهم في إنجاحه، وأن الحاجة إلى استعادة ثقة المواطن في قضائه أولوية يجب أن تتضافر جهود الجميع لتحقيقها. ولم تدخر النيابه العمل هذه الدائره الاستئنافيه التي اتشرف برئاستها جهدا في سبيل القيام بما يلزم لتحقيق هذه الغايه النبيله، لا سيما من خلال نهج سياسه الباب المفتوح امام عموم المرتفقين وحسن استقبالهم والتجاوب مع تظلماتهم في حدود ما يسمح به القانون ويحقق العداله. إن توفير الخدمة القضائية ذات جودة لفائدة المرتفقين يمر وجوبا من ضرورة الحرص على سرعة الخدمة ونجاعتها، لذلك فإني سأسعى ضمن برنامج عملي على رأس هذه النيابة العامة وبتنسيق تام مع السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة إلى أجراءات كل هذه الالتزامات، لا سيما من خلال دعم ومواكبة الجهود المبذولة بغاية عصرنة وتحديث ورقمنة كل الخدمات التي يتم تقديمها لفائدة المرتفقين، وتوفير المعلومات القضائية وتيسير وتسريع الولوج إليها، لما يعكس من جهتنا التنزيل الحقيقي من القضاء في خدمة المواطن تماما كما عبر عنه جلالة الملك نصره الله وإياه في خطابه الثامن بمناسبة رأس جلالته افتتاح الدورة الأولى من سنة الشرعية الثامنة حين قال جلالته: إننا نتوقع من جعل القضاء في خدمة المواطن
قيام عدالة متميزة بقربها من المعتقدين وببساطة مصادرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وكفاءة وتجرد قضاتها وتحفيزها للتنمية والتزامها سيادة القانون في إحقاق الحق ورفع المظالم. انتهى النطق الملكي السامي. حضور كريم، كنت ولا أزال أعتبر دائما أن السر في نجاح تدبير الأمر في القضاء إنما يكمن في تعزيز سبل التنسيق مع بين مكونات العدالة ومساعديها وتبادل الرأي وابتداء الحلول المشتركة وتفهم الإكراهات المعبر عنها من لدن كل طرف. لذلك ومن منطلق إيماني العميق بأهمية دور الدفاع ومكانته فإني سأظل حريصا كما كنت دائما على إبقاء سبل التواصل قائمة مع مكونات هيئة المحامين وعلى رأسهم السيد النقيب، آملا في الوقت نفسه أن يستمر جو التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل الذي طبع سنوات عملي بهذه المدينة العزيزة لما فيه مصلحة حسن سير العدالة، بما يجسر أيضا الحرص الذي أوليه لجعل النيابة العامة بهذه المحكمة وبكافة الابتدائية التابعة لها نيابات عامة منفتحة على محيطها وحريصة على ضمان حقوق الأفراد أيا كانت صفاتهم، مشتبه فيهم أو متهمين أو ضحايا، وذلك فيما يخوله القانون لكل منهم الضمانات وما يوفره لهم من امتيازات في احترام تام أيضا لحق الدفاع كحق مقدس تضمنه قواعد المحاكمة العادلة وتفرض احترامه. ومن باب الشكر والعرفان دائما لا تفوتني هذه الفرصة لتحية وشكر كافة قضاة ومكونات كتابة الضبط ممن جاورتهم خلال السنوات الماضية لما أبانوا عليه من تضحيات كبيرة بالرغم من كل الصعوبات والإكراهات، متمنيا لكل منهم دوام الصحة والعافية. إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أمنيت. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا أشكر السادة من عمر مرة أخرى على الشيخ الملك جلسة رسمية وأكثر جلسة.